فشوهت السيرة المحمدية وقضت على مبادئ رسول الله، وأتت بأشياء وفتاوى لم ينزل بها الله من شيء على رسله على الإطلاق. هذا كله نتيجة الدس البريطاني الماسوني اليهودي. ولذلك نحن الآن مسؤولتنا كل نحن الخير والبركة، المسؤول البريطاني، ونلعن الوهابية ونترك المؤسس البريطاني. فالأخوان تأسيس الوهابية، والوهابية تأسيس البريطاني اللقيط. وعلى هذا الأساس كونوا على بينة، غذيت هذه الأفكار المسمومة المليئة بالتطرف والدماء والقتل. لم ترون شيعيا في يوم من الأيام قتل سنيا بغير حق لأنه مسلم، والمسلم لا يوجب قتله، لأنه من يقتل نفسا وليس مسلما كأنه قتل الناس جميعا. الآن ترون الانفجارات في أفغانستان، وين أكو مركز شيعي يفجر باسم داعش؟ أليس هؤلاء وهابية اليفجرون؟ مو وهابية؟ شو نسد عيون من ألاعيبكم ومصائبكم ودسائسكم؟ فالآن ستخرب البيوت بأيديكم وأيدي الناس، ستخرب بيوتكم بأيديكم وأيدي الناس. يقول معلمي: انظروا ماذا يحل بأرض الحجاز، فوالله إن وجد البعثيين ملاذا لهم في هنا في دولة هنا أو هناك، لن يجد حكام آل سعود وغيرهم من المارقين مكان يلجؤون إليه على الأطلاق، إلا حتى لو اتخذوا من البحر بيتا وملاذا لهم يخرج القرش ليبتلعهم. قلت: يا معلمي هذه مصيبة. قال: ويحك، أما تفرح بقتلة الإنسانية أن يبادون؟ ولذلك الآن لقد بدأ العد التنازلي لننظر ماذا سيحدث. وحق هذا رجب، وفيه العجب كل العجب، لنرى رؤوس قد تناثرت وأدمغة لم تعير الله جماجمها، أضاقها الشيطان بأس بعضهم ببعض. لننظر. قال معلمي: والله والله إن كلامنا فصل، وهو أسرع إلى صدر وهو أسرع إلى الفريسة من السهم حينما ينطلق من قلب القوس. واعلم يا أيها الصغير، أيها الفقير الذي تبحث عن دين محمد، خل حينما يستهزئ بك الناس خلي عنهم نفسك واخلي عنهم عقلك، فوالله ما يستهزئون إلا بأنفسهم. ولكن اعلم إن أمر الله بغته، وهذا الأمر حاصل لا محال، والله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وعندهم الكتاب. سألته على الانتخابات ما يشاء ويثبت ما يشاء وعندهم الكتاب. سألته على الانتخابات بالوطن العربي: معلمي، قال: ويحوك، أتريد أن تزل لساني بما لم ينزل بها الله من سلطان، واتخذته السقيفة صعودا لأهوائها ففسقت وفجرت؟ انظر كل الانتخابات بالوطن العربي، حتى في روسيا في الشرق الأوسط، بروسيا كلها مبنية: إذا رشح جلال فاز محمد، وإذا رشح محمد فاز جلال. فاعلم إن الأسماء قد كتبت كأنها في لوح محفوظ، وما هذه التي تريد أن تنتخب كأن الذئب يصرخ فيها: انتخبوني كي أأكلكم، فإنهم ينتخبونه كي يقصر أعمارهم وأموالهم، ونحن ننتظر كلام معلمي. تحي ولا أخاف من حدا. الإيراني كان يضحك علي ويقول: شو هذا المغفل يقول الاتفاق النووي مو نصر؟ أنا الوحيد قلت من كل القنوات اللي هي عندها نبرة تشيع، قلت: والله يقول معلمي إن الاتفاق النووي ذاهب إلى
سلة المهملات أو سلة الزبالة عزكم الله. ضحك علي وزعل علي فلان من الناس وفلان وفلان. قلت إيه خلي يزعلون، أهم شيء أقول كلمة حق. من سألتيني أنت الآن عن الحوتين، نعم الحوتين قاصرين ولن يستطيعون إنتاج صاروخ بهذا الحجم. هذا الصاروخ يحتاج شنو؟ ممكن يتجمع بس يحتاج تقنية عالية، لأن أنا كنت أشتغل بهذا المجال بزمن عبود صدام، فيحتاج إلى تقنية عالية. لو الدنيا تنقلب ما يقدرون، العوازل الموجودة به والتلسكوب والله ما يسوونه مليون سنة بعد لا يظلون الحوتين. أني صاحب دين ما له علاقة بالحكي، ولكن على الإيراني أن يقول يعني نعم هم إجوا جمعوا وياه وسواه وحطوه مثل كلاشنكوف مفككه، إجا واحد سواه. يعني يوم يجيون الحوتين يقولون صنعوا كلاشنكوف، أقولهم صناعة الكلاشنكوف تمر بثلاثين مرحلة. هنا إنتاج صاروخ بهذا الحجم، هذا الصاروخ يحتاج شنو؟ ممكن يتجمع بس يحتاج تقنية عالية، لأن أنا كنت أشتغل بهذا المجال بزمن عبود صدام، فيحتاج إلى تقنية عالية. لو الدنيا تنقلب ما يقدرون، العوازل الموجودة به والتلسكوب والله ما يسوونه مليون سنة بعد لا يظلون الحوتين. أني صاحب دين ما له علاقة بالحكي، ولكن على الإيراني أن يقول يعني نعم هم إجوا جمعوا وياه وسواه وحطوه مثل كلاشنكوف مفككه، إجا واحد سواه. يعني يوم يجيون الحوتين يقولون صنعوا كلاشنكوف، أقولهم صناعة الكلاشنكوف تمر بثلاثين مرحلة. صاروخ بهذا الحجم يراد له شو يراد له؟ يراد له كهف؟ وين لقينا هذا الحكي؟ إذا الحوتين يصنعون هذا الصاروخ، حزب الله يصنع شنو؟ حزب الله لازم عنده ناسا كلها، يعني حزب الله لازم عنده صواريخ بعيدة المدى على هذا الحجم. إذا هذا الصاروخ يصنعون الحوتين 1400 كيلو، لازم إيران عندها صاروخ 7000 أو 10000 كيلو متر. ماكو هيش قانون بنتي، احنا ما برنامجي ما بي كذب. إذا إيران تريد يكذب والحوتين يريدون يكذبون ما له علاقة بهم. أنا قل لي صواريخ روسية قصروا الحشوة مالتها، يعني قللوا الحشوة مالتها وخلاها تدفع إلى مجال 1000 كيلومتر، ممكن. بس من اللي سواها؟ الخبراء اليمنيين موجودين، لأنه عملوا ودرسوا. كل ضباط اليمنيين نصهم كانوا بروسيا، لأن التسليح الروسي هو تسليح يمني، اليمن مسلحين بتسليح روسي. حتى ما نكذب احنا، يعني الخبرة بالعراق أكبر من الخبرة بإيران بالصواريخ بألف مرة. كما صنعوا العراقيين وكلهم الآن شاردين ويقاتلون مع داعش، كما صنعوا صواريخ وكان عندهم الموصل وكان عندهم البلوجة وكان عندهم تكريت، كان صلعوا صواريخ وضربوا لك نص بغداد. ماكو هيك قانون. عدو والمتجحفل مع العدو من الأعداء الوهابيين وغيرهم إذا ضربت الجمهورية الإسلامية، شو ردنا؟ ردنا شو ردنا؟ صدقوا بالله يا إيران 99 من هاي التغني وياكم راح يقولون احنا ما لنا علاقة. عدا واحد ما يقول واحد ما له علاقة إلا هو سماحة السيد حسن نصر الله، هذا صادق الوعد. هذا الرجل غيور. أما ربعكم اللي وكلتوهم وعلفتوهم وتعلفون عليهم الليل كله والنهار كله، يقينا لا تنتظرون من عدهم رد على الإطلاق. ولذلك أنا إذا انتصرت، إذا هذه الضربة أنا قلت لليمنيين ضرب الأمارات وضرب دبي تنتهي المعركة بساعة، الإيراني ما يرضى تنضرب دبي لأن المصالح والنفط وغيره والتجارة، ما تنضرب دبي، يا مقرب دبي لو الرياض. أنت واحدة من الثيان تفكرون لو ما عندكم عقل. قلنا لكم اضربوا دبي مرة برأس السنة تخلص الحرب بدقيقة توقف، لأن دبي إذا انضربت يسقط كل الأموال العالمية المهربة، تسقط فدبي تسقط على عروشها. أمس هذا باختيار ما أدري شو اسمه، هذا القائد الطالباني، عرف شلون من طالبان جاي 18 مرة زائر دبي وماخذ مليارات الدولارات لقتال الأمريكان، وأعلنت عنه المخابرات الأمريكية. جاعد السولفون أنتو، ولكن المصلحة تقتضي أن اليمنيين ما يضربون دبي. أي مصلحة؟
أي مصلحة؟ مصلحة اليمني الفقير اليومية يذبح على مصلحة المال ومصلحة الكذب ومصلحة التجارة، أو مصلحة الدين وولاية علي بن أبي طالب؟ إن كانت مصلحة ولاية علي بن أبي طالب فوالله الأولى أن تضرب دبي. نعم، شكرا لك دكتور. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. دروب الرجاء، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أمارات سعودية وأماراتية وإسرائيلية وأمريكية بأمر من الكونغرس الأمريكي تنقل دول كلهم ونقلة أكراد من الرقة ومن دير الزور ومن عفرين، نقلة أكراد بهذه الطائرات، ويعلم الروسي ولكنه منافق يريد أن يقضي على ولاية الفقيه ولكن تكون يده بعيدة عن القتل. لنرى الأيام القادمات هل الروسي هذا أبو علي الضال من قال لكم الاتفاق النووي خربان ورايح وكلكم صرتوا ضده والآن راح يخرب؟ أنا أقول للشعب له ترام رغم ما مو بحسابات ترام، إجا الأمر لازم يقال حتى تكتمل أهداف الضربة لإيران. هذا واحد من مال الذين ما يوافقون على الضربة، راح يقيل بتغريدة هو وأربعة وخمسة وياه بيوم واحد. العنوني إن لم أكن صادق. شو أقلكم؟ تحجون صدق الآن؟ عم الناس تراهن تدفع مليارات الدولارات بالانتخابات بالعراق والانتخابات بلبنان للقضاء على التشيع؟ شو رأي بمن متزامنة مع الضربة، متزامنة مع الضربة؟ فقد درب الأمريكي عشرات الآلاف من الأكراد والتكفيريين بالمواقع الإسرائيلية وعلمهم القتال وحرب الشوارع والقتال الخاص بالعمليات الخاصة. هؤلاء دربهم حتى يذهبون لقتال الترك أم لقتال الجيش السوري وهم أحباب وياه، دربهم حتى ينقلهم من معركة كانوا قد تدربوا على قتالها بين جبال وسهول وهضاب إلى المعركة الحقيقية في متزامن. محتاجين قائد يلبس البدلة العسكرية، مو سيد علي الخامنئي رئيس جمهورية يلبس البدلة العسكرية ويظهر إلى الناس يدق طبول الحرب، ما يقعد يظل ببيته. أنتوا إذا ظليتوا ببيتكم عم تضربون قاعدة التهديد، هاي راحوا القاعدة راح يفرغوها، والقاعدة هذه التركية راح يفرغوها وغلاوتكم. شو تضربون؟ تضربون السعودية؟ وإذا ضربت السعودية شو راح يصير؟ راح تنقلب أمة الثقلين، هم يحطون قنبلة بالكعبة يقولون فجروا الإيرانيين الكعبة. كل ذول الهمج ما يدعي بأنهم مسلمين، هم ذول مو مسلمين ما لهم علاقة بالإسلام، الاندونيسي والباكستاني ذول ما يعرفون بس القرآن.